شباب بنات، هاي النقطة كلش، هاي تقريبا هاي الفيديو رسالة راح أصور كلش مهم. هذا شنو؟ أكو بعض الأشياء اللي اسمه إذا يعني قد تساعدكم بأنه ما تنسوا شيء عن ماكزيرا اللي ترين سايزر. شنو تذكرون لما تشرح بعض النقاط وتديكم هذا التفسير ما ترحى بقي بعدين. أول شيء خلينا نجي لما قلنا إنه الدستو انساز الأنكل اسمور راوندد، هاي شنو يعني شلون صارت هيجي مور راوندد؟ شوفوا هذا هيجي اسم مو دستو انساز الأنكل، عفوا قصدي كريست أوف كيرفيتشر. تلاحظون انه هنا كريست أوف كيرفيتشر هنا شي اسم تقريبا بالانساز الثالث هنا صايره، بس هنا ستشوفوا هنا شوي يعني اسمه صادق بحال صار بالسنتر اوف ميتال ثيرد. هنا ليش صار هيجي او شلون صار هيجي؟ لانه هذا اسم الماكسيلر الليترا انساس اللي يعتبر يعني شلون كنقطة تحول للكنال. شنو يعني نقطة تحول؟ يعني السن، يعني تلاحظون انه السن بشكل عام جاي يتحور شوي شوي، يعني هنا الكريستوف كيرج هنا باقي فوق، هنا شوية صاعدة، عفوا هنا جوا هنا شوية صاعدة، وهنا نشوف شنو صايرة، شو صاير تقريبا هنا، وهنا أيضا والله هنا أيضا صاير هنا. فهاي نقطة تحول. الشغلة الثانية إنه إحنا تكون من كنا بالليبل أسبكت، يكون الليبل سيرفيس يكون مور كونفكس. شوف استمر كون في هذا مثلا تقريبا مسطح اسمه بورد، قد تكون بسلايد كونفكسيتي، بس هنا بالليتر انسايزر الكونفكسيتي يعني تحدب. اشوف هنا شو متحدب اكثر، تحدب اكثر من هذا. ليش صار تحدب اكثر من هذا؟ هذا ايضا يعتبر نقطة تحول لهذا، وايضا على مود اللائم الشكل يعني مال اسمه الدنتيشن يعني مال الاسنان. شوف هسه هذا مسطح، هذا شوي متحدب، هذا صار متحدب كلش، يعني شلون كان وكأنه ما في شيء متسلسل بالشكل زين.